باش خلينا نكتشفوا بحري رحالي. وانت ما شاء الله عندك كارير في المسرح، عملت ادوار يمكن صغيره في 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 الدراما التونسيه، ما شفناش بحري رحالي في شخصيه كيما شخصيه بابا الهادي. هي كل حاجه وقتها، مش بطاط برشا. لا 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 لا، انا مازلت نعيش ومازلت نخدم. ربي يعطيك طول العمر. تهنى ان شاء الله قدره ربي، يعني مازال 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 عندنا وقت، مازال عندنا وقت. تبقينا تو الجينيراسيون الجديده تو اللي موجوده في المخرجين في السينما ولا في في الدراما، ما عادوش يخدموا بال يعني بالمعارف بالمعارف بالمعارف، ولو يفركسوا على الممثلين، على الممثلين اللي يوصلوا لهم افكارهم. بون عبد الحميد من الجيل هذا، خدمنا مع بعضنا في دشرة، في دشرة ما نعرفوش عبد الحميد، عمري ما تقابلت معاه وعمري ما تقابلت مع البنات، ما نعرفوش بعضنا، هم يمكن تفرجوا في يتفرجوا في بعضنا في المسرح وكهو. وقت اللي ناداني ما ناديش بحري رحالي المعرفه، نادي بحري رحالي الممثل. دونك يعني هو تفرج فيه في المسرح. وقت اللي ناداني مشيت دخلت للمغامره من غير الخمم، نلقاها مغامره تغري يعني، بحر ما عمتش فيه قبل. لعبنا مع بعضنا بالقدا، حبينا بعضنا، نحكوا على اي ديتاي في الخدمه تعطي فيه رايك بكامل الحريه، عارفك اللي انت هاز معاه المشروع، خاطر هو ماهوش مسلسل، هو مشروع اللي دايرين بيك الناس كلها حامله مشاريع. تحس ليكيب، القوه نتاع الدشره والقوه نتاع نوبه في ليكيب. ليكيب، الاختيار تاع ليكيب، الناس اللي اختاروها، سيرتو الممثلين اللي جونا. انا ديما نكتب على جونا خاطر نشوف روحي فيهم غدوه، هذاك مش يحكوا عليك غدوه، واللي مش يمتعوك بالجون تاعهم، بلعبهم، بهوتهم. هو لو ميلونج اللي صاير بين جينيراسيون جديده وبين جينيراسيون قديمه، قداش عطات بلوس للعمل سي بحري؟ بالطبيعه عطات بلوس، خاطر نحن ما نجموش، ما تنجمش تخدم روحك لروحك. وهذه اللي كانت واقعه في قبل، يعني تحس ناس حتى كي يجيبوا جون يجيبوه هكا باش يزينوا بيه، ولا باش هكا بيكي توا حياتك، ولدك عندك معاه حياه، يعني تحكي معاه، يعني يهمك برشا وهو تهمه حكايتك. دونك هكا الميلونج هذايا مع ناس بيان سور، ناس فاهمه وعلى الجاي يخدم، ماهوش جاي جايب على الفلوس ولا جاي على ترى شخصية بابا الهادي كادو من عند عبد الحميد بوشناق ليك انت؟ كادو من عند ربي وكادو من عند عبد الحميد، هي كادو ستان كادو بارك الله فيه، عجبته وكاو. هو يظهر لي بحري رحالي كادو بابا الهادي. هو الحق نتاع ربي، معناها انا خليني نعطي رايي. انا بالنسبه لي الحمد لله اللي صارت نوبه باش شفنا بحري الرحالي، خاطر انا نعرفك وبرشا ناس يعرفوك، ما يعرفوك في دور المجرم، ما نعرفوكش يمكن جمهور المسرح يعرفك. جمهور خوف كان جيت من المسلسل، من المسلسل في جمهور المسرح يعرفك، لكن جمهور التلفزه لا، خاطر المسرح يمشيوا لعباد يحبوا يتفرجوا المسرح. يجيك بالذمه. وي يجيك بالذمه، عكس جمهور التلفزه. انتم ثلاثه يجمعكم المسرح، كيفاش لقيتوا الموندو نتاع التلفزه؟ نبدا بيك هاله. لقيته مختلف جدا جدا، معناها دون لو سونس او تكنيكمون سي تري ديفيرون. من الاول فرستراسيون كبيره، على خاطر احنا كي نطلعوا في المسرح نتعبنا في المسرح يكون قبل، معناها نقعدوا اشهر واحنا نبرفوا ونعاودوا الكل وما نخليوا حتى ديتاي. هذا التحضير تصير اون بريباراسيون avant mais une préparation assez cool معناها مش سور سين وعرق واحد الكل. وبعد مشينا باش نصوروا، دونك نلقى روحي ندخل بساعات بايموسيون شارجي على الاخر، نعملوا كوبي على خاطر موتور متعدي مثلا، دونك عاود اشحن قال الراجل، عاود جيبك ليموسيون هذيك. دونك يا بوكو تكنيك، معناها التكنيك اي تري ديفيرون. هذايا بعد فهمت انه سي اوسي ان بليزير، على خاطر فهمت انه الممثل باش يقول بروحه يعني انه هو ممثل باهي اكسيتيرا، انه ابار لو جو
والإيموشن اللي باش يعديها ولا لا سوبتيليتي دو جو يلزمو يقرا حسابو في لي راكور نتاعو في وقتاش ما هز دبوست الماء وشرب ودش يعني سوني با اونيكمون تاع تصايب هكاك العب وكهاو كل شيء بحسابي فوالا دونك كل واحد وصعوبته المسرح عنده صعوبته خاطر المسرح زيدا ماهوش ايفيدون مي المسرح متعه نتاع لو فيدباك اي انستانتاني معناها عندك قدامك جمهورك ايتترا السنه كانت اقل صعوبه خاطر استنست شويه مي انا جو تروف كو الممثلين دو موان اللي نعرفهم انا ياسمين بحري اللي نعرفهم معناها من قريب مثلنا بعضنا الكل جو تروف اللي لقاو ان دوزاج جوست بارفي ما بين المسرح والتلفزه يقولوا انه الاولاد المسرح يكون عندهم سور جو في التلفزه ياسمين ما صارش هذا ما ريناهش معكم انتوما شنو السر اي بون يظهر لي كنا نتفرجوا ميمه معناتها كيما نتفرجوا في المسرح نتفرجوا في السيريال نتفرجوا في الافلام نعرفوا لي سي با لو ميم اكتينغ حتى في المسرح راه مش المسرح ديما لو جو هذاك اكسترافاغون ولا بورليسك ولا مش ديما نلعبوا غادي معناتها انت والريبرتوار تلعب فيه انت مع شكون تخدم احنا ديجا في المسرح لعبنا على بلوزيغ روجيستر انا تفرجت في بحري رحالي مره ما قبل ما نعرفوا هكا مني ليه بالكدا معناتها ما قلت شنو سوني با دو تياتر خاطر قبل عندي قبل نحكي لكم بالقديه انا صغيره ما صغر من هكا معناتها فما بعد ما قيتوش متبدل ياسر خاطر سي نام ان فيت سي نام ويقولوا التلفزه غوغار والمسرح من طرطوش هذيا شعرك لولا نيا السبع ساقك الصغير مي ذيك هو معناتها يظهر لي انا بو موا سي فينو ناتوريلمون يظهر لي الناس الكل سي ناتوريل تعرف اللي انت في كادر هكا الاخر عندك متفرج بعيد عليك كدرا قداش من مترو دونك فما يظهر لي الممثل ديما نقول انا راهو ممثل كائن ذكي ياسر معناها ايموسيونيلمون وبمخه وكل شيء بالحق خاطر يظهر لي من اصعب الخدمه في العالم يظهر لي يعدي لك في احاسيس ورا مش حس فيهم معناتها وغاديك يظهر لي الحبكه وين معناتها فواغ سيت ديستانس ديستانسياسيون مش حس روحك انت معناها ماريونيتيست قاعد تلعب بشخص من داخل وتلعب له بوجهه وبغيره باحاسيسه وكيما البارح نحكي انا وهلا راهو ممثل يشد معناتها من اول حلقه لاخر حلقه يبدا يخدم في بروجي يصور كل سيكونس الاخرانيه الاولانيه لازم عنده كونتينيتي في مخه لازم يعرف واش عمل قبل واش مش رول السكريبت بركه معناها دورنا احنا دايوغ تشوف الفرق بين واحد نقولوا شبيه بدل جودي نابورت كوا لهجه من هنا لهنا ولا العبد فاهم روحه واش قاعد يعمل اللي يستسهل يظهر لي يتيح في السرجو يبقى عند المسرح ولا بليش يعني ما استسهلتوش الخدمه في التلفزه خاطر تقريبا جل الفنانين اللي يكونوا في المسرح يقول لك انا بالنسبه لي لعبه التلفزه ماهيش صعيبه اصعب شفتوا لي مستانس بالمسرح انا احكي على روحي يعني كي كنت مستانسه بحاجه ودخلت على حاجه اخرى بو موا سيتي ان ابرونتيساج دونك سي با دو تو ايفيدون خاطر تعرف دايوغ دون لو ميم اوردر ديدي ولا لو ميم اسبري فما حاجه احنا قلناها وقالوها ممثلين اخرين كونتريرمون نحب نقولها للجمهور بتاتخ ما عندوش فكره عليها انه لي سيكونس اللي كوتيديان عادية متاع باش تمشي باش تحكي باش تبدا قاعدة في عشوائي أصعب برشا من السيكونس اللي تكون فيهم اون فورت ايموسيون ولا اون سيتواسيون امبوزانت ولا ليها